تخيلوا عالماً من دون كهرباء أو راديو أو أضواء النيون أو الدوائر الكهربائية المدمجة أو آلات التحكم عن بعد والرادار. أيعقل أن يكون إنسان واحد مصدر جميع هذه الاختراعات؟ نيكولا تسلا هو أحد عباقرة العصر الحديث، ويمكن القول إنه الرجل الذي اخترع القرن العشرين. ندعوكم لمرافقتنا في رحلة لاستكشاف حياته التي تشبه رواية مشوقة تدور أحداثها حول التقنية، التاريخ، المال والسلطة. ما زال نسق التيار المتناوب أشهر اختراع قام به نيكولا تسلا، يشكل حتى يومنا هذا أهم نظام لنقل الطاقة في العالم. لقد استندت الثورة الصناعية الثانية على اختراعه الذي جعل الطاقة متوفرة في كل مكان، إذ تحول الليل إلى نهار، فالإضاءة الاصطناعية والترفيه المسائي والمدن المنيرة الزاهية أمور ذهلت الجميع ونالت إعجابهم. تسلا هو أيضاً أحد آباء الأجهزة اللاسلكية، فقد كان أول مخترع قام علناً بعملية نقل الموجات الإلكترومغناطيسية. هذا الاختراع بات يعرف اليوم باسم الراديو. كانت رؤية تسلا تهدف إلى الإفادة القصوى من طاقات الكون وجعلها متوفرة للإنسان. لقد أجرى اختباراته على الحالة الرابعة للمادة التي كانت تعرف حينها بالطاقة المشعة وباتت اليوم تعرف بالبلازما. إنها الأشعة الكونية أو الطاقات الكونية التي يمكننا أن نرى ظلالها في الأنوار الملونة للشفق القطبي الشمالي. لقد كانت رؤية تسلا تهدف إلى تأمين البث اللاسلكي من الفضاء عبر نقل إشعاعات كونية تجمع بواسطة الأقمار الصناعية، وكان هذا النظام اللاسلكي العالمي مصمماً لبث أي نوع من الموجات ولنقل جميع أنواع المعلومات والطاقة الكهربائية للطائرات المتحركة والمركبات الكهربائية والسكك الحديدية التي تزود لاسلكياً بطاقة خفية كونية.